اسم المادة الصحافة العربية، وتندرج هذه المادة ضمن مجال العلوم الإنسانية. الصحافة العربية مادة اختيارية تهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة الضرورية عن الصحافة خاصة ووسائل الإعلام عامة، باعتبارها سبل اتصال عصرية حيوية ومؤثرة، وتهدف إلى اكتشاف وتنمية قدرات الطلاب في المجال الصحفي لتدعيم القيم الروحية والوطنية والخلقية والاجتماعية لديهم، ومساعدتهم على الاطلاع والتعرف على تاريخ الصحافة منذ نشأتها، إضافة إلى تعويد الطلاب على ممارسة النقد الهادف البناء وتدريبهم على ذلك ومساعدتهم على البحث والتقصي والاطلاع، وزيادة التثقيف الذاتي إلى جانب الاهتمام بالبيئة وتنمية الوعي بالمحافظة عليها، وممارسة العمل الصحفي من خلال المشاريع العملية. ومع أنها مادة اختيارية إلا أنها تحقق ذات الأهداف العامة التي تحققها المواد الدراسية الأساسية الأخرى، فهي تحبب التلميذ بلغته العربية، أداته في تحرير الصحيفة وتوصيل أفكاره للقارئ، وتساهم في تكوين رأيه الحر، وتكون منبره ووسيلته لفهم المجتمع الذي يعيش فيه داخل المدرسة وخارجها، مما ينمي فيه مستقبلاً روح للنقد وتساعد على إنضاج ملكة متابعة الأحداث وتحليلها في المستقبل. وهي ترتبط بالمفهوم الجديد للمنهج الدراسي الذي يعني بمجموعة الخبرات التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية التي توفرها المدرسة لطلابها. الموضوعات الرئيسية: تاريخ الصحافة، أهم فنون العمل الصحفي، الإذاعة والتلفزيون، الصحافة الإلكترونية ونظريات الإعلام، وأهم المشاريع: تطبيقات عملية على فنون الصحافة المختلفة، وأصدار مجلة في آخر العام، وهذه نماذج تم إصدارها في الأعوام السابقة. التحدي الأكبر في المادة الجانب العملي، بحيث يتم تطبيق ما يدرس نظرياً إلى جانب الاختبارات القصيرة والامتحانات. نهتم بهذه المادة لأنها تعنى بتنمية الجانب المعرفي والثقل الشخصية عن طريق التشجيع على القراءة والاطلاع وجمع المعلومات ونقدها، والجانب الوجداني وذلك بالكشف عن القدرات الفنية وتنمية الجانب الابتكاري وإكساب التلميذ مبادئ إنسانية وحضارية إيجابية، بالإضافة إلى الجانب الحركي عن طريق ممارسة فنون النشاط الصحفي بالعمل الجماعي. شكراً.